وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. وقد وردت مادة الصبر القرآن الكريم في 104 مواضع على تنوع في مواردها وأسباب ذكرها. قد أمر الله نبيه بالصبر فقال واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وأثنى على أهله فقال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأكبر بمحبته للصابرين فقال تعالى والله لا يحب الصابرين ومعيته لهم فقال تعالى واصبر إن الله مع الصابرين. وأكبر أن الصبر خير لأصحابه فقال تعالى ولئن صبرتم له خير للصابرين. ووعدهم أن يجريهم على أعلى وأوفى وأحسن مما عملوا فقال تعالى ولنجزين الذين صبروا وأجرهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون. وأكبر أن جزاءهم الجنة فقال وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرة. وقد قرن الله الصبر بالقيم العلماء في الإسلام فقرنه باليقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يحلون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرنه بالتقوى في عدد آيات منها قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وحديث القرآن عن الصبر متنوع وممتع مما يدل على أهميته ومكانته العظيمة. وكذا الشأن في سنة النبوية فقد هدى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هذا خلق كريم وكانت سيرته أنموذجا يعتدي في التخلق يخلق الصبر بشتى أنواعه وأعلى درجاته. ومن قرن في سيرته العملية وخدمته القولية سيجد أن للصبر شأنا عظيما وأنه قال عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله عجبا أيقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سرا شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضرا فكان صبرا فكان خيرا له. فهذا الحديث يعم جميع أقضية لعبده المؤمن وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكرها لمحبوبها بل هذا داخل في مسمى الإيمان كما قال بعض السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر لقوله تعالى إن في ذلك الآية لكل صبار شكور. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الكاتب مريم عبد الله وبالله التوفيق.